أعتقد أن علاقاتنا بين بلدين في مجال التعليم جيدة جدا وتحت قيادة وزير عبد الغفار، ولكن ما زال هذا البرنامج الطموح في مرحلة البداية، وأتمنى أن يتسع هذا البرنامج في مجالات متنوعة. وفي نهاية كلمتي أود أن أعبر عن شكر تقدير مرة أخرى لجميع الحضور وأيضا لكل من اجتهد من أجل تنفيذ هذا البرنامج. النهاردة بنتكلم على الاختيار الثاني للدفعة الثانية اللي هتسافر إن شاء الله، لكن احنا بالفعل عندنا حوالي 304 مبعوث مصري موجودين حاليا في اليابان أو سافروا ورجعوا على حسب البرنامج اللي هم مسافرين عليه. فالبرنامج تم تفعيله من 2016، احنا النهاردة بنبني على اللي هيتم في 2018 بناء على الكول اللي احنا بنختارها. طبعا الاختيارات بتضم كافة التخصصات اللي مصر محتاجها. بنتفق مع الجانب الياباني ان احنا المرحله القادمه احنا محتاجين ناس يبقوا في الايديوكيشن او في مجال التعليم والتربوي، بنتكلم على مجال الصحه، بنتكلم على مجال الطاقه، بنتكلم على مجال النقل، بنتكلم على اماكن او مجالات كتيره جدا احنا محتاجينها. في مجال الزراعه مهم قوي ان احنا نستفيد بالخبره اليابانيه في المجالات المختلفه والعلوم والتكنولوجيا ونقل المعرفه. هو ده اللي احنا عملناه، وده اللي احنا بلجان مشتركه ما بين الجانب الياباني والمصري. المنحه نزلت على موقع البعثات على الانترنت، كان في شهر فبراير، كان في الاول تقديم ورقي لمده حوالي 20 يوم، كان الديدلاين بتاعه، كان معاه تقديم الكتروني. بعد كده بشهر تم عمل انترفيو. الانترفيو البانل الموجوده كان فيها اساتذه من جامعه القاهره وكان فيها استاذ من اليابان، هي دي عملت تقييم لمجموعه وقتها من البعثين، وبعدها بشهر تقريبا تم ابلاغي بالاختيار.